يعني ومتشرفين بوجودكم معانا في الهيئة العامة للاستعلامات كممثلين سواء لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر أو من زملائنا وزميلاتنا طبعا من الإعلام المصري. هذا المؤتمر منعقد اليوم بشكل خاص للتعبير عن موقف مصر الرسمي مما يحدث الآن في قطاع غزة وما يحدث في المنطقة بشكل عام وهذه الأزمة المتصاعدة منذ 7 أكتوبر الماضي. وحنقسم إلى قسمين، القسم الأول هقدم لحضراتكم بعض النقاط التي نراها ضرورية لإيضاح الموقف المصري مقترنة ببعض المعلومات الحديثة المدققة حول المساعدات وحول أيضا الخسائر الفلسطينية في قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي. ثم القسم الثاني سيكون مخصصا لأسئلة حضراتكم فيما ترونه حول هذا الموضوع بشكل خاص. وسأبدأ الجزء الأول. حضراتكم، الموقف المصري بالقطع الرسمي بيستمد ليس فقط من ما طرح خلال الفترة الأخيرة، ولكن في هذا المقام لابد أن نذكر بما جرى رسميا من مصر خلال منذ نهاية العام الماضي عام 22 وحتى لحظة اندلاع الأزمة. مصر في 9/12/22 في بيان لوزارة الخارجية المصرية حذرت من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عمليات العنف الإسرائيلي، بعدما وصل حسب البيان عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 200 شهيد خلال 8 شهور في عام 22، ده قبل الأزمة. أيضا في 11/4/23 مصر حذرت في بيان مشترك مع كل من فرنسا وألمانيا والأردن ودعت إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، تتذكروا ده لحظة اشتباك مع الجهاد الإسلامي، ووضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ووقف إطلاق الصواريخ ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. في 9/5/23 كل ده قبل الأزمة أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في حماية القوات الإسرائيلي. إذن نحن نتحدث عن موقف لا يمتد فقط إلى عدة شهور، ولكن موقف يمتد إلى كل تاريخ القضية الفلسطينية. وهذا الموقف عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة بكلمات حاسمة وواضحة. ليس لا نتحدث هنا عن بلاغة في التعبير، نتحدث عن مضمون واضح للموقف المصري طوال 75 عاما لم تتخلى فيهم مصر عن القضية الفلسطينية، بل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مداخلاته وصفها بأنها قضية القضايا. وهذه تعبيرات أيضا ليست بلاغية، ظن البعض أن القضية الفلسطينية قد وئدت وأنها قد انتهت بحكم ظروف كثيرة اقتصادية وسياسية أحاطت بالمنطقة وبالعالم، ولكن كان التقدير المصري دائما أن الفلسطينية الفلسطينية بتعبيرات الرئيس هي قضية القضايا، وبالتالي فرضت القضية الفلسطينية نفسها على الجميع، والجميع هنا ليس فقط أهل منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي، لكننا نرى الآن أساطيلا في البحار ونرى تحركات عالمية ودولية ونرى اهتمام غير مسبوق بالقضية الفلسطينية، ليس حرصا عليها ولكن خوفا من انفجار السلم العالمي. وبالتالي الموقف المصري كما قلت وأذكر مرة أخرى عبرت عنه كلمات الرئيس في أكثر من مناسبة وتجمعه عدد من الخصائص أو النقاط المحددة، أن مصر بالقطع فيما يخص القضية الفلسطينية هي ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية هي قضية لابد أن تحل وفقا لمرجعات الشرعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه ووصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر، ومنهما دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الموقف هو الآن موقف أصبح متبنى من العالم نظريا على الأقل، ولكن يبقى كيف يفعل هذا الموقف بعد مرور 75 عاما على قرار التقسيم، القرار رقم 181 الذي أنشئ بموجبه دولة إسرائيل، وكان من المفترض أن تنشأ دولة لفلسطين غابت 75 عاما. إذن الشيء الأول هو النقطة الأولى هي أنه لا حل إلا بالدولتين. الشيء الثاني أنه ما يحدث من عنف جماعي، من عنف الآن في الضفة في قطاع غزة وما جرى من عنف، هو في الحقيقة يرجع إلى سياسات متراكمة مرت على هذه المنطقة، منطقة الأراضي المحتلة وقطاع غزة طوال فترة من عام 67 وحتى اليوم، لم تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وأن هذا ليس تبريرا لما حدث، هو تفسير له، وأن مصر ترى أن حل القضية الفلسطينية بالطريقة التي سبق لنا أن عرضناها، وأن إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والانتهاكات المتواصلة سواء على الأفراد أو على المقدسات، سواء المسجد الأقصى أو الكنائس المقدسة في القدس الشرقية، أو في سياسة الحصار والتجويع التي تضرب على قطاع غزة منذ 16 عاما، أن كل هذه هي أمور من الطبيعي أن تؤدي إلى اندلاع عنف، وأن هذا العنف لن يتوقف إلا إذا توقفت هذه المقدمات والتي هي بالأساس السياسات الإسرائيلية. الأمر الثالث أو الرابع أنه مصر تدين بالقطع وبشكل قاطع أي استهداف للمدنيين من الجانبين، مع تأكيد عدم منطقية إدانة إسرائيل حماس لاستهدافها المدنيين، مقابل تكرار إسرائيل ذات الأفعال عبر انتهاك سياسة العقاب الجماعي والقصف المتواصل للبنى التحتية والمنشآت المدنية الفلسطينية بما يعد تجاوزا للمواثيق الدولية والأعراف، ويؤدي لزيادة حالة الاحتقان بالشارعين العربي والإسلامي، ويحبط أي مساعي للتعايش السلمي في المنطقة. وأنا هنا عايز فقط يعني أشير إلى بعض المعلومات في هذا الإطار، معلومات أخيرة ربما حضراتكم لديكم منها البعض فيما يتعلق بما جرى لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر. منذ 7 أكتوبر لدينا حتى اليوم 5800 شهيد، من ولدينا 16800 جريح. من هؤلاء الشهداء 2300 طفل، 300 أكثر من 2300، وحوالي 1300 سيدة ونساء، و300 من كبار السن، ولدينا تحت الأنقاض حتى اللحظة ما لا يقل عن 1500 شخص، منهم 870 طفل. هذه أرقام ليست أرقام، نحن نتحدث عن بشر، نتحدث عن أطفال رأينا صورهم ورأينا جثثهم ورأينا بقايا أشلاءهم، رأيناهم على الشاشات وسمعنا ربما في بعض الشاشات قصصا عنهم، لكن الإعلام الغربي وأجبنا الكلام لزملائي، نعم هو يعرض صورا جماعية لكن الحالات الفردية لا تعرض إلا من طرف واحد. أنسنت الضحايا الإسرائيليين تجري على قدم وساق على الشاشات الغربية كلها تقريبا، وشيطنت الحالة الفلسطينية وإبراز وأعترف مشاهد جماعية للضحايا موجودة، لكن حالة الأنسنة غير موجودة. وهنا أشير إلى ملاحظة أولية، وأنتم رجال إعلام وعلينا أن نفكر بها، ما دلالتها؟ لماذا تمنع إسرائيل دخول الإعلام العالمي إلى غزة؟ الإعلام العالمي غير موجود في غزة إلا بممثلين بعض الوكالات الأجنبية، قتل منهم بعض الزملاء من العاملين الفلسطينيين. أما الإعلام العالمي وخاصة التلفزيوني فهو موجود إما في الأراضي الإسرائيلية أو في غلاف غزة من وقت لآخر أو في دولنا العربية. الخسائر كالتالي، أيضا لدينا 12 مستشفى من 35 مستشفى وخرجوا من العمل نهائيا، ومعهم 32 مركز صحي. أيضا لدينا استشهاد ل 65 شخص من الطواقم الطبية
المفروض انهم محميون بحكم ليس فقط معاهدات جنيف وخاصه المعاهده الرابعه، ولكن ايضا بحكم القانون الدولي للانسان. لدينا 32 شهيد وقتيل من العاملين في الامم المتحده بمختلف منظماتها داخل غزه، اي المنظمه التي تحفظ السلم والامن الدوليين يقتل من افرادها ومن العاملين فيها هذا العدد. لدينا تدمير كامل ل 25 سياره اسعاف اخرجتها من الخدمه. فيما يتعلق بالمساكن، نحن لدينا في قطاع غزه قبل المساكن لدينا 1,400,000 شخص نزحوا من القطاع في داخله الى مكان اخر، اي 70% من سكان القطاع. اصبح القطاع فيه 72%، 70% منهم من النازحين من اراضي 48 المقيمين في مخيمات، ولدينا من النازحين 70% الان من النازحين تحت هذا القصف. 1,400,000 شخص خرجوا من بيوتهم وذهبوا الى حيث يذهبون. هؤلاء الناس يقيمون كما تعرفون حضراتكم في محاولة للبحث عن الأمن، يقيمون إما في المستشفيات أو في الكنائس والمساجد أو في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أو في المدارس الحكومية، ولم يسلم مكان واحد من هذه الأماكن من القصف الإسرائيلي. في قطاع غزة لدينا 181,000 وحدة سكنية تضررت جزئيا، و 20,000 وحدة سكنية أزيلت من الأرض، و 72 مقرا حكوميا خدميا أزيلت من الأرض، و 177 مدرسة أضيرت إما كليا أو جزئيا، و 32 مسجد هدموا وثلاثة كنائس. نحن إذا مشهد واضح تماما ما يقوله يفصله الموقف المصري من إدانة هذه سياسة العقاب الجماعي. هذه تفاصيل سياسة العقاب الجماعي. أيضا الموقف المصري أنه ضرورة عدم إغفال أن استمرار العنف هو انعكاس مباشر لعدم التوصل إلى حل سياسي لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. بالتوازي أيضا مع ما ذكر سابقا، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة سواء بالمناطق الفلسطينية المحتلة أو ضد المقدسات الدينية بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي إلى فقدان الشعب الفلسطيني الأمل في حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو ما أدى بمصر إلى تحركات كثيفة خلال الفترة الأخيرة وقبلها كما ذكرت، بما فيها مؤتمر القاهرة للسلام. مصر أيضا وبشكل واضح تؤكد على عدم السماح بحدوث أي تداعيات سلبية على أمن مصر القومي، الذي عبر السيد رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي عن أنه خط أحمر. وأكرر مرة أخرى أنه خط أحمر، أن لن مصر تحذر من أي تداعيات سلبية على هذا الأمن المصري القومي، وأن سعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للنزوح إلى سيناء هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، أيا كان مبعثه وأيا كان مبرره وأيا كانت الجهة التي تتحدث في هذا الشأن. أيضا مصر تحذر من تردي الوضع الإنساني والمعيشي بقطاع غزة، لا سيما مع قطع السلطات الإسرائيلية معظم الخدمات الأساسية من غزة، مع التأكيد على أن مصر لم ولن تدخر جهدا لضمان فتح منفذ رفح البري بشكل منتظم ومستدام لإدخال كل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، والمقدمة طبعا من عدة أطراف دولية وإقليمية، وبالقطع من المجتمع المصري حكومة وأيضا مجتمع مدني. وفي هذا السياق سأعطي حضراتكم أيضا بعض المعلومات الأخيرة عن هذا ما دخل إلى قطاع غزة حتى الآن، حتى اللحظة. أنا حتى اللحظة
من اجمالي ما دخل قطاع غزه حتى اليوم الثالث اللي هو امبارح، دخل 457 طن من الادويه والمستلزمات الطبيه. 457 طن ادويه ومستلزمات طبيه. المواد الغذائيه 251 طن مواد غذائيه. المياه 87 طن من المياه، ده حتى الامس. وحتى الامس تم دخول 54 شاحنه حملت هذه الاشياء، ولدينا اليوم من المقرر دخول 20 شاحنه اخرى، حيث يصل العدد حتى اليوم اذا ما تم دخول هذه الشاحنات الى 74 شاحنه. وصل الى مصر 39 طائره مساعدات من دول شقيقه وصديقه، كان اخر طائره منها وصلت منذ يعني وقت قصير طائره من كينيا. وهذه الدول طبعا حضراتكم عارفينها، او بعضها الاردن والامارات وتركيا وتونس وقطر وفنزويلا والبرازيل وروسيا وباكستان والدنمارك والكويت والهند والجزائر والعراق، وطبعا بعض منظمات برنامج الغذاء العالمي، منظمه الصحه العالميه، منظمه غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا، طبعا بالاضافه الى الجهود الاكبر يعني الاغلبيه الساحقه من هذه المساعدات تاتي من داخل مصر، سواء من الهلال الاحمر المصري او من التحالف الوطني او من حياه كريمه او غيرها من مؤسسات مصريه. كل هذا ينتظر على الحلول، وبالتالي هذه برضو معلومات اضافيه في هذا الشان. النقطه التاليه ان مصر تكثف تحركاتها مع المجتمع الدولي للعمل على تحقيق التالي: 1- ضمان التدفق المستمر للمساعدات الانسانيه وفقا لآليات تتأسس على التنسيق مع المنظمات الأممية ووكالة الأونروا لتسليم المساعدات وإدخالها للقطاع. وأكرر هذه الجملة، أن مصر بتبحث عن ضمان التدفق وفقا لآليات، أي توضع آليات لا يترك الأمر لمفاوضات تجري من حين لآخر وتسفر عن أي نتيجة، لكن المقصود هو أن تكون هناك آليات تكون طرفا فيها المنظمات الأممية ووكالة الأونروا. وأنه مرة أخرى بنؤكد على أنه معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق قط ولن يغلق قط، ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ضرب كما حضراتكم تعلمون قصف 4 مرات من الطيران الإسرائيلي، وهذه المرات الأربعة هي التي أدت إلى تدمير الطرق المؤدية من المعبر إلى داخل غزة. وعندما فتح المعبر مرة أخرى الذي تكفل بإصلاح هذه الطرق في قطاع غزة هو السلطات المصرية، وهذه الطرق الآن مستعدة لاستقبال مزيد من الشاحنات، لكن لابد أن يكون هناك من الطرف الإسرائيلي موافقة على هذا، وأن يضمن المجتمع الدولي قبل الطرف الإسرائيلي ضمان هذا التدفق عبر المنظمات الأممية وعبر وكالة الأونروا. مصر ايضا تدعو الى وقف اطلاق دائم، تدعو الى وقف اطلاق فوري والدخول الى مفاوضات يعقبها البدء الفوري في ترشيد مفاوضات سلام. وقف اطلاق النار الان، وكما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه القاهره للسلام، هو امر ضروري، وهو ليس مطلبا مصريا فقط. الامين العام للامم المتحده السيد انطونيو غوتيريش دعا في قمة القاهرة للسلام إلى وقف فوري لإطلاق النار. والوقف والتحجج بأن وقف الفوري لإطلاق النار هو أمر بعض من الدول الغربية تخشى، وأستخدم هذا التعبير وأقصده، تخشى أن تعلنه حرصا على العلاقات مع دولة الاحتلال التي تظن أنها تقوم الآن بالانتقام لما جرى يوم 7 أكتوبر، وأن وقف إطلاق النار سوف يوقف هذا الانتقام، هذا تفريط في مبادئ الأمم المتحدة، تفريط في ميثاق الأمم المتحدة، تفريط في كل اتفاقات وشرعة حقوق الإنسان، وتفريط في القانون الدولي الإنساني، وتفريط أيضا في كل الاتفاقات الأربع لجنيف، وإضافة كلمة أنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، هي كلمة يقصد بها تبرير الجملة السابقة عليها. لكن ما يجري الآن
في غزة ليس له أي صلة لا بالقانون الدولي ولا بالقانون الدولي الإنساني ولا بأي قوانين حتى جنائية في دولة في بلد محلي. مصر لها الآن أولوية واضحة في هذه اللحظات الحرجة من حياة شعبنا الشقيق في غزة، وهي وصول الدعم الإنساني والإغاثة لسكان القطاع. وهذه الأولوية مصر تبذل كل الجهود مع كل من له صلة بهذا الموضوع، وتدعو المجتمع الدولي كله إلى أن يمارس كل جهوده وضغوطه من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، ليس فقط من قصف من الموت قصفا، ولكن من الموت جوعا ومرضا وجراحا. وإدخال المساعدات الإنسانية إذا لم تدخل ستتحول غزة إلى أكبر مقبرة في تاريخ شعوب العالم، في 365 كيلو متر مربع و 2.4 أو 2.3 مليون شخص، منهم مليون طفل مهددون الآن بالموت أحياء أو هم أحياء وهم في شبه موت. ومصر تدعو إلى بذل كل الجهود في هذا السياق. ومصر أيضا ترى أنه نعم لابد من بذل جهود لإطلاق سراح الأسرى وسراح المحتجزين، هذا أمر مصر بذلت فيه جهودا، آخرها ما تم بالأمس من إطلاق محتجزتين مسنتين إسرائيليتين وصلتا إلى رفح المصرية وتم التعامل معهما طبيا ثم إعادتهما إلى إسرائيل. وترى مصر أن هذا الملف لابد أن يربط مباشرة بملف الإغاثة والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، لأنه الهدف الأكبر هو إنقاذ هذه الحيوات وهذه هؤلاء المئات الآلاف من البشر الذين كما ذكرنا استشهد منهم حتى الآن 5800 وجرح منهم حوالي 16800، وأنه المحتجزين الموجودين الآن هم كما ذكروا اليوم، ذكرت واحدة منهما لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنها عملت معاملة طيبة للغاية، وكان هناك طبيب مخصص لها وهي في الأسر. أما الفلسطينيون فيقتل أطباؤهم وتقتل أطقمهم الطبية وتقصف محيطات مستشفياتهم، ولا يوجد لديهم من المواد الطبية ما يمكن أن يمكنهم من استمرار الحياة. وبالتالي ربط هذه القضية بتلك هو أمر يجب على المجتمع الدولي أن يراعيه دائما. لدينا أيضا في شأن شرح الموقف المصري بعض الأشياء التي لابد أن نعيد التذكير بها، لأن الحديث عن أن القضية على أن حماس أو أن المقاومة الفلسطينية هي التي بدأت العدوان وهي التي بدأت في تصعيد الأوضاع في المنطقة، هذا أمر في الحقيقة يخالف التاريخ والوقائع. ولن أذهب في التاريخ بعيدا، فقط أذكر بأنه حماس نشأت عام 87، أي بعد 40 عاما من النكبة الفلسطينية. خلال هذه الأعوام الأربعين استشهد مئات الآلاف من الفلسطينيين، عشرات الآلاف عفوا، وجرح مئات الآلاف. التقديرات الفلسطينية الرسمية الإحصائية تشير إلى أن عدد ضحايا وشهداء الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 47 حتى اليوم 100,000 شهيد ومليون جريح. ولدينا نزوح الشعب الفلسطيني النهاردة 12,600,000 إنسان موزعين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل من الداخل والمخيمات الموجودة في الدول العربية والشتات في العالم. 12,600,000 شخص، هؤلاء ليسوا حصيلة حماس ولا حصيلة أي مقاومة فلسطينية، هؤلاء حصيلة وضحايا العدوان. وأن يصمت المجتمع الدولي عن أمة و
وأنا أقول أمة ولهم كل مقاومات الأمة الشعب الفلسطيني. عدد أشخاصها 12 مليون شخص متروكين 75 عاماً في العراء أو للموت، هذا بالقطع سيؤثر وأثر على مسؤولياتي. إذن بداية العدوان لم تكن أبداً هي 7 أكتوبر ولا ما قبل 87. إسرائيل دولة احتلال موجودة كدولة احتلال قبل إنشاء حماس 20 عاماً. احتلت الأراضي الفلسطينية عام 67 وظهرت حركة حماس سنة 87. 20 عاماً عانى فيها الشعب الفلسطيني ورأى ما رأى. ويكفي هنا أن أشير إلى أنه حتى بعد حركة حماس ما ظهر وفصائل المقاومة الأخرى الموجودة في غزة، وغزة بها فصائل مقاومة أخرى نعرفها جميعاً، لكن أشير هنا إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أرقام حديثة، ولا ذكره لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لما قبله. إحنا عندنا في خلال الجولات الخمسة الأخيرة هناك 12500 قتيل مدني فلسطيني مقابل 2700 قتيل إسرائيلي. ده بالإضافة إلى مضاف لهم الرقم الأخير. عندنا 100,000 فلسطيني أصيبوا في المجولات في الجولات الخمسة اللي هي جولات غزة وحدها. حسب معلومات الرئيس 100,000 فلسطيني أصيب قصادهم 12,000 إسرائيلي. قتل 2500 طفل، كل ده لسه طبعا ما حسبناش الجولة دي، بينما قتل 150 طفلا إسرائيلي. إذن الأرقام واضحة، تاريخ الصراع واضح. نحن لا نبحث في التاريخ، لكن بناء المستقبل لابد أن نضع في اعتباره حسب الرؤية المصرية أن هناك جذورا لا يجب أن ننسى. ونشير هنا حتى يعني لمن نسي يتذكر معنا أن هذه المنطقة شهدت حروبا عام 48 وعام 56 وعام 67 وحرب الاستنزاف وعام 73 وغزو لبنان عام 82. أنا أتحدث هنا عن الحروب الإقليمية، لا أتحدث عن المقاومة والانتفاضة الفلسطينية الداخلية ولا عن القمع الإسرائيلي الداخلي. حدثت انتفاضتان داخل فلسطين، الأولى قبل وفي أيام قبل إنشاء حماس أصلاً في ديسمبر 87، والثانية نشأت بعدها بثلاثة أعوام عام 2000. في الانتفاضتان كان الشعب الفلسطيني يعبر عن نفسه، يعبر عن رفضه، وبالتالي التواريخ تاريخ هذه المنطقة يقول أنه لا حل لهذا الصراع ولا رهان على أنه سينطفئ إلى الأبد. الذي سيراهن على هذا مخطئ. هذا الصراع معرض في كل لحظة أن ينفجر، وعلى ما يبدو من الأزمة التي نعيشها الآن أن حجم انفجاراته يزيد شيئا فشيئا ويتسع شيئا فشيئا. مع تعقد الخريطة الإقليمية والدولية ووجود أطراف جديدة قادرة في المنطقة عسكريا وقادرة سياسيا وقادرة على الامتداد إلى مناطق مختلفة، هذا الصراع معرض ما لم يحل جذريا بالتفاوض وبإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وبإعطائه الدولة الفلسطينية التي يستحقها والتي يعني تحدثت عنها المواثيق الدولية. هذا الصراع، ومصر تحذر بشكل واضح، معرض إذا ما هدأ اليوم بالطريقة التي يدار بها قبل هذا، وكما أشار الرئيس أننا ندير أزمة ولا يدار فيها صراع. إدارة حل الصراع غير إدارة الأزمة. مصر كما أشار الرئيس في مؤتمر في قمة السلام تتطلع إلى إدارة حل الصراع وليس إدارة الأزمات الناشئة والناشبة عن هذا الصراع، وإلا الأزمات ستتصاعد. ونحن الآن إذا أزمة تكاد تبدو إقليمية وتوشك أن تصبح عالمية في لحظة من اللحظات. أيضا وسوف أختم بهذا وأترك لحضراتكم
الأسئلة. أنا عن لدينا بعض الوثائق التي ربما البعض لا يتحدث عنها أو نسيها، وأنا هنا سأتحدث عن وثيقتين فقط. وثيقة معروفة للكافة وهي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تتحدث عن حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وأذكر أن غزة تحت الاحتلال. انسحبت القوات الإسرائيلية من القطاع، لكن السيطرة العسكرية والأمنية هي لقوة الاحتلال. وهنا أذكر أيضا أنه ليس معنى الاحتلال أن يوجد جندي لدولة الاحتلال في كل شبر من أراضيها. كانت مصر محتلة من البريطانيين، لكنهم لم يكونوا موجودين إلا في ميدان التحرير، ثم ذهبوا بعدها إلى قناة السويس. لكن إرادة مصر وقرارها كان مرهونا بالاحتلال. غزة هي منطقة محتلة بحكم القانون الدولي، وكذلك الضفة الغربية، وبالتالي قطاع غزة والضفة الغربية يخضعان كاملا لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 49. طيب، غير اتفاقية جنيف الرابعة، لدينا في ديسمبر 90 صدر قرار من مجلس الأمن برقم 681 ذكر فيما ذكر، لكن سأذكر فقرات رئيسية منه. الفقرة الرابعة: يحث مجلس الأمن حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام الاتفاقية. فقرة 6: يطلب إلى الأمين العام، وهذا الطلب قائم حتى اليوم. الأمين العام ليس اسماً، هو منصب. يطلب إلى الأمين العام، وأنا أوجه هذا الكلام إلى السيد أنطونيو غوتيريش، يطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في تقرير المشار إليه، والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة. قرار بيدعو الأطراف الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة، الأطراف الدولية، لاجتماع تقود الأمم المتحدة لبحث مدى تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة. فقرة 7، ودي مهمة جدا، يطلب أيضا إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذلوا جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى في إنجاز هذه المهمة، وأن يبقي المجلس على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد. هذه هي قرارات الأمم المتحدة من موقع الأمم المتحدة. وبالتالي مرة أخرى نكرر لحضراتكم يعني بعض مما قلناه. مصر باحثة عن سلام، تبنته منذ عام 79 واحترمته منذ ذلك الوقت، وحرصت على أن يظل هذا السلام قائماً متماسكاً ليس فقط بينها وبين إسرائيل، ولكن أن يسود السلام في المنطقة. لكن مصر أيضاً، وهنا أذكر بما فعلته مصر في عام 79، مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل ووقعت اتفاق إطاري للسلام في المنطقة. المعاهدة وقعت بين الطرفين، الاتفاق الإطاري لم تنضم إليه مجموعة من الأطراف العربية المعنية. الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد ما بين مصر وإسرائيل، لأن السلام الحقيقي في المنطقة هو أن يتم حل القضية القضايا بتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية. وأنه هذا السعي المصري للحفاظ على السلام لا يجب أبداً على الطرف الإسرائيلي أن يهدده اليوم بهذا السلوك العدواني. هذا السلوك العدواني يضع كل الشعوب العربية والحكومات العربية في موقف لا تملك فيه إلا دفاعاً عن شعب عربي يواد تقريباً اليوم، وحقوق عربية تنتزع، ومصر بحكم التزاماتها
العربية وبحكم التزاماتها أيضا الأممية في الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، هي تدعو وستظل تدعو إلى الحل القائم على الشرعية الدولية، على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي لم تطبق على الإطلاق، وأنها وأن قرار 181 للتقسيم يبد أن يكون مع ما تبعه من مفاوضات ومن مباحثات ومن اتفاقات، هو الأساس لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي فلسطين المحتلة في 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أنا بشكر حضراتكم وبترك لحضراتكم الكلمة. اتفضل أستاذ رندا. اتفضل المايك يا جماعة. صح، من الأسئلة يعني إجابة واضحة ومؤكدة. إحنا حريصين تماماً مش بس كالهيئة العامة للسلامات المسؤولة عن تنظيم عمل الإعلام الأجنبي، لكن كالدولة المصرية، على إنه تبقى الصورة واضحة للجميع. هناك طبعاً بعض العقبات يعني الإدارية وأخرى، ربما حرص على الزملاء والزميلات والزملاء، لكن أنا بعد حضرتك إنه ده هيتم التصرف فيه بشكل عاجل. بعد مؤتمر السلام العقد في القاهرة مؤخرا، هل القاهرة تعتقد انها وصلت رسالة صحيحة للمجتمع الغربي؟ السؤال الثاني، هناك هجمة شرسة من الإعلام الغربي على القاهرة لدورها في دعم القضية الفلسطينية، وهناك من يتهمها بأنها تتهم تدعم الإرهاب. نسمع سؤال ثاني. السلام عليكم. I am a journalist from Bangladesh.
my request is that, so my question is very simple that, most of our Egyptian colleagues, they can go to the Rafah border and they picture. But as a foreign journalist, we are only moving through press center. I know director of press center trying a lot of to facilitate us, is doing his best for us, current director. So I just, because as a foreigner, we need picture, we need to at least for the different drugs and whatever. So my request is there any way we can go for one day, half day, like an especially for Indian, the humanity aid in the future. So this is my question, if you have any plan or any way we can go by one camera and go. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you so much. طب انا هجاوب على الاسئله ونرجع نكمل جوله ثانيه. So I already answered this question from our friend Randa Abul Azmi. So it's the same question. I promise that we will resolve the problem very soon. And with you, our colleague Ayman Wallash, and we are trying now to give you the opportunity to go to Rafah and even, in the farthest place. In the Egyptian borders, and we will try it. فأنا أرجع للإجابات سريعاً. الحقيقة المؤتمر أو قمة القاهرة للسلام هي قمة أتت في وقت حرج للغاية، وهذا الوقت الحرج لم يمنع أن تشارك فيها هذا العدد من الدول ذات الصلة المباشرة بالقضية الفلسطينية والصراع في المنطقة، وهذا العدد من المنظمات الدولية سواء كانت الأمم المتحدة أو جماعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي. القمة الحضور فيها يعكس، وده شيء كان رئيسي في عقد القمة، أن هناك مشكلة تستحق الاهتمام، وأن هذه المشكلة ليست مجرد مشكلة عابرة، هي ملامح وحرب بدأت بالفعل ويمكن أن تتسع وتصيب العالم كله. وبالتالي كان لابد للقاهرة أن تتحرك لكي تلفت النظر أولاً إلى هذه الأهمية، وخاصة أن حجم الاتصالات الثنائية سواء المباشرة باللقاءات أو الاتصالات بين قادة العالم ونفس القادة اللي حضروا أو الدول اللي حضرت هذه القمة يعد إذا أحصيناه بالمئات منذ 7 أكتوبر. وبالتالي هذا الاهتمام الثنائي ما بين الدول بتتصل القيادات، بعضها القيادة المصرية وحدها أجرت وتلقت عشرات الاتصالات، وبالتالي أيضا الأطراف اللي حضروا القمة أجروا نفس العدد. فكان هناك ضرورة إلى أن يجلس الجميع معا، يجلسوا معا، ومصر تدرك منذ البداية أن هناك اختلافا في الرؤى. الأمر لم يكن مفاجئا للدولة المصرية، هي تعلم من سواء من الاتصالات المباشرة مع بعض الأطراف أو كل الأطراف اللي حضرت القمة، أو من المعلن في وسائل إعلامها وعبر سياسيها، أن هناك اختلافا في الرؤى، وأن هذا الاختلاف لم يمنع ولن يمنع من أن تتوصل القمة، أو على الأقل تضع القمة، لم يصدر عنها إعلان أو بيان. لكن ما قيل في الكلمات المختلفين حول بعض القضايا يعكس اتفاق على قضايا أخرى، عكس اتفاقا على حل الدولتين، ولم توجد متحدث واحد استبعد هذا الحل أو لم يرى أنه الحل الأساسي للمشكلة والقضية الفلسطينية والأزمة في المنطقة. اثنين، أنه الحرب لن تحسم شيئا، على الرغم من أن بعض الأطراف تريد أن تعطي إسرائيل ما تسميه بحق الدفاع النفسي، حتى الدفاع عن النفس، حتى لو أطاحت بالقانون الدولي. لكن نفس هذه الأطراف لا ترى في الحل العسكري وسيلة لإنهاء الصراع، بل هي ترى التفاوض. وهذا هو الاتفاق الثاني. الاتفاق الثالث على أن هناك ضرورة قصوى لإيقاف العقاب الجماعي، والوجه الآخر لإيقاف العقاب الجماعي هو ضرورة قصوى لفتح الطريق للمساعدات الإنسانية والإغاثية. وصولاً اليوم، تبلور الموقف في من قمة القاهرة حتى اليوم، أن بعض الدول بدأت تدعو إلى ما تسميه وقف إطلاق نار إنساني. لم تقل هذا الكلام صراحة في القمة، لكن تدهور الأوضاع دفع بها إلى هذا. النقطة الأخيرة أيضا في الاتفاقات اللي أبرزتها
هذه القمة أنه جميع الدول اللي حضرت بما فيها دول أكثر يعني انحيازا أو رؤية بأن إسرائيل دولة من حقها أن تفعل ما تشاء، هو أنه هذا الصراع، والكل قال هذا، لم تكن فيه البادئة هي المقاومة من 7 أكتوبر، لأن هناك تاريخ طويل ما بين 7 أكتوبر 2023 و 15 مايو 1948، 75 عاما لم يستطع شخص واحد، على الرغم من الإدانة التي أتت من بعض الدول لما قامت به المقاومة، الإدانة الكاملة والمطلقة في 7 أكتوبر، لكن لم يستطيع أحد أن يزعم أو يدعي أنه لم يكن هناك قبل 7 أكتوبر تاريخ طويل من المعاناة. وأنا الأرقام اللي ذكرتها وقرار الأمم المتحدة وغيرها كلها مصادرها الأمم المتحدة، وهذه الدول أعضاء في الأمم المتحدة. إذن قمة القاهرة وجهت رسالة للأهمية، اثنين أنه لا سبيل لترك هذا الصراع بين طرفين، المجتمع الدولي سواء ممثل في التجمعات الإقليمية زي الجامعة العربية أو غيرها، أو ممثل في المنظمة الدولية أو الأمم المتحدة، طرف في الحل، فلا يترك هذا الصراع إلى أطرافه وحدهم، لابد أن تتكاتف الجهود. وأيضا كما ذكرت أهمية الأبعاد الأخرى التي ذكرتها. أما هجوم على مصر، الحقيقة أنا لم يعني أشهد هجوما كثيرا على مصر، وشغلتنا احنا هنا في الهيئة بنرصد ما قيل. مصر لم تدعم إرهابا، يعني هناك ربما بعض الأقلام بتكتب هذا أو ذاك، وإحنا مع حرية الرأي والتعبير طبعا في كل مكان في الدنيا، من حق الجميع أن يكتب وأن يتهم، لكن أن يؤسس اتهامه على شيء موجود. وهنا بمناسبة فقط الاتهام لمصر، مصر تؤيد حق المقاومة مش الفلسطينية بس، مصر تؤيد حق المقاومة لأنه ده حق مقرر في مواثيق الأمم المتحدة. شكل المقاومة إيه؟ الشعوب اللي بتحدده. أنا بس عايز أقول في موضوع الإرهاب أو غيره، لم يحدث مرة واحدة منذ الحاج أمين الحسيني وعز الدين القسام في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان الفلسطينيون يقاومون ما كان يسمى حين ذاك العصابات الصهيونية، منذ اللحظة هذه وحتى اليوم يتهم جميع المقاومون في تاريخ فلسطين بأنهم إما مخربون أو إرهابيون. لم يحدث أبداً أن أقرت الدولة الإسرائيلية بأن هناك حق للمقاومة. وقبل أن تظهر حماس 87 كان الاتهام قائماً ويعني موجهاً مباشرةً لكل أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، من فتح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لجبهة النضال الشعبي، لكل الفصائل الفلسطينية كانت أيضا متهمة بالإرهاب. وبالتالي مش بس في إسرائيل، كل الدول المحتلة لا تتهم مقاوميها إلا بالإرهاب والتخريب. رأينا هذا في كل نماذج الاحتلال سواء الأوروبي أو الإسرائيلي أو الأمريكي، كان الفيتناميون إرهابيون، وكان الجزائريون إرهابيون، وكانت شعوب إفريقيا الشقيقة المحتلة إرهابية. وبالتالي هذا وصف شائع وأمر مقصود، لأنه المحتل لا يستطيع أن يبرر أخلاقيا احتلاله إلا باتهام مقاومه بأنه إرهابي، وأن المقاوم هو الذي يخرج عن أخلاقيات القتال أو قوانين الدولة. وبالتالي مصر تؤيد المقاومة وأيدت المقاومة منذ أن يعني أتت قبل ثورة 23 يوليو، ومنذ أن دخلت الحرب في فلسطين 48، ثم مع حرب 56 وقبلها، ثم مع كل الفصائل الفلسطينية، وكانت حاضنة لمنظمة التحرير الفلسطينية اللي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحسب الشرعية الدولية، والسلطة الفلسطينية هي ممثله أيضا الوحيد الآن، وكانت السلطة الفلسطينية سابقا الإرهابيين الفلسطينيين من نفس الجهات التي تتحدث اليوم عن أنهم المعتدلون الفلسطينيون وأن هناك إرهابيون في الجهة الأخرى.
دور مصر يا استاذ مخلوف في التصعيد الاسرائيلي دورنا واضح، ذكرنا ملامحه. مصر ليست مع اتساع المواجهات والتصعيد في ليشمل المنطقة، هذا خطر داهم ليس فقط على أمن الإقليم، هذا خطر داهم على الأمن العالمي، وهذه ليست مبالغة. عندما نرى الدول العظمى موجودة ليس فقط دبلوماسيا ولكن عسكريا في المنطقة، ويجري الحشد من الدول الرئيسية في العالم في هذه المنطقة بكل ما لها من علاقات متشابكة ومتقاطعة ومتعارضة في إقليمنا، وأنه نشهد حرب تتسع نطاق الإقليمي، هذا أمر الحقيقة مصر يعني تحذر منه الجميع وتدعو الجميع لعدم التورط فيه، بالإضافة طبعا إلى تأكيد على الموقف المصري في ظل التصعيد، الإصرار على المساعدات الإنسانية والإغاثية، الإصرار على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات، وأيضا حل موضوع المحتجزين والأسرى. ومصر، وأنا بقول هذا على سبيل يعني التأكيد، تبذل جهودا كبيرة للغاية في هذا الملف، وظهرت امبارح بشائرها، وربما تظهر في فترة قريبة بشائرها. الميكروفون وزع على زوم شو إخواننا المراسلين الأجانب، ديهم المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية ما خدوش فرصتهم. أمين العطيبة، مراسل قناة الجبل اليوم. تحصل لمصر العروبة ومصر الكنانة أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن وجبت عدة عقود عبر عقد مؤتمر القاهرة للسلام الذي استطاعت أن تجمع 31 دولة وثلاث منظمات، ولكن من خلال متابعتي كصحفي ما هي أسباب عدم صدور بيان ختامي لهذه القمة الهامة في هذه الظروف بالذات، والاكتفاء بصدور كلمة أو بيان عن رئاسة الجمهورية المصرية؟ أشكر حضرتك. أدي الزميلات وراء أسمعك. Your voice, please. Okay, حاضر. Your voice. Oh, sorry. I'm Jim Kaneko from Mainichi newspaper of Japan. My question is about the evacuation of the foreigners. In Gaza Strip, still there are some foreigners, including Japanese people. And thanks to the Egyptian efforts, now Rafah crossing has been opened for the humanitarian aid. But yet, we haven't seen any foreigners evacuated from Gaza Strip. So, what is the reason that our foreigners have not been evacuated yet? And, I'm sure that Egypt is making a lot of efforts to realize the completion. So, should we share any latest information about the negotiations? Okay, thank you. Hello. Hi, my name is Alex Cook from Sky News UK. I'm sorry I'm part of the Western media. Can I ask a couple of questions? First of all, what was and what message do you think was conveyed to Israel and to the Palestinians when the British Prime Minister stood side by side with Benjamin Netanyahu, when the American President stood side by side with Benjamin Netanyahu, when the European Union leader stood side by side, and they, and now the French President, and they all said that Israel had a right to defend itself? What message do you think that gave to Israel whilst they had all those troops on the crossing? And what message do you think that gave to the Palestinians? Secondly, could I trouble you to give us a few more details about why Egypt cannot get food aid, medicine aid, or even journalists across the border that they control into Gaza? And thirdly, one more point, fully take on board all your about media coverage of this, and a number of my fellow journalists have already made pleas on all our behalf. But we are unable to do our job at the moment without the considerable help of the Egyptian authorities. We cannot even get down to Rafah to talk to people, to see people, to find out what the situation is. Me and my team are desperate to get inside Gaza to report and amplify the voices
of the people in there who are not at the moment being given too much of a voice, understandably, because everyone is under bombardment. And we need your help to get us in there. If you can try and explain if that is even slightly possible, or if you can help us, or if we can come to some arrangement of a few of us going in there with no responsibility on the Egyptian government if whatever happens, happens. But we are unable to do our job without the Egyptian authorities' help. Okay. طيب انا هجاوب الاسئله دي ونرجع نكمل بعد كده. الحقيقه الاخ امين انا بشكرك جدا على يعني كلامك. اليمن بلد شقيق وصديق، وطبعا مؤتمر القاهره يعني قام بما يجب ان تقوم به مصر في هذه الظروف. صديقنا من اليابان، ارجو الترجمه تكون شغاله، انا الاجلاء حضرتك، نحن نعلم ان هناك عدد من الرعايا حاملي الجنسية أو الجنسيات الأجنبية، معظمهم جنسية مزدوجة، هم فلسطينيون يحملون جنسيات أخرى، موجودين وتجمعوا على جانب معبر رفح من ناحية غزة. وكان من المفترض أن بالتنسيق مع السلطات المصرية أن يسمح لمجموعات منهم بالدخول عبر معبر رفح إلى دولهم أو إلى الدولة التي يقترونها، بالتنسيق طبعا مع سفاراتهم المختصة في مصر. أنا بؤكد لحضرتك أن كل الإجراءات التنسيقية من أجل إجلاء الرعاية الأجانب، الإجراءات الضرورية قامت بها السلطات المصرية مع السفارات المعنية في القاهرة. وحضراتكم تقدروا تعرفوا من حوالي هؤلاء اللي كانوا موجودين في غزة على المعبر ثم يعني رحلوا عنه، ينتمون إلى حوالي 45 دولة، 45 جنسية، معظمهم أو كلهم لهم تمثيل دبلوماسي في مصر. ومصر قامت بالتنسيق مع سفاراتهم من أجل تسهيل دخولهم. وكانت السلطات الدبلوماسية في هذه الدول قد أبلغت هؤلاء الرعاية، لو حضراتكم تتذكرون منذ أسبوع 10 أيام، بالتوجه إلى معبر رفح استعدادا للعبور. ثم نفس هذه السفارات طلبت منهم العودة إلى حيث كان. سبب هذا مصر كانت مستعدة للتنسيق، قامت به السفارات، سفارات الدول ال 45 الموجوده او المسؤوله عن عملها في اسرائيل وجهت هؤلاء الرعايا للذهاب. الذي يعطل هذا الامر حتى الان هو السلطات الاسرائيليه. معبر رفح ليس امنا للافراد. معبر رفح، وهذا هو الذي ادركته الدول المعنيه، بانه استمرار وجود رعاياها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وحضراتكم تتذكروا انه قصف 4 مرات اثناء مش المعبر نفسه لكن الطرق المؤديه اليه وفي مسافه قريبه جدا من تواجد هؤلاء الرعايا، جعل دول هؤلاء الرعايا يخشون عليهم من التواجد هناك. ثانيا، انه المعبر من الناحيه الثانيه لابد ان يكون هناك فيه موظفون، أن يكون هناك في من يدير عملية دخول الأفراد. إسرائيل ترى أن هؤلاء الموظفين تابعين لحماس، وبالتالي هم مهددون إذا ما ذهبوا إلى المعبر. المسؤول عن تعطيل خروج الرعاية الأجانب سواء بالقصف الجوي أو بتهديد الموظفين الفلسطينيين اللي لابد أن يقوموا بإجراءات الخروج هو السلطات الإسرائيلية. السلطات المصرية بتبدي استعدادها وهو قائم حتى اليوم، ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن المشكلة الرئيسية في الجانب الإسرائيلي. دخول رسائل مصر لإسرائيل والفلسطينيين واضحة. رسائل مصر لإسرائيل هي تقريبا نفس الرسائل الفلسطينية مع فوارق طفيفة. الرسالة الأولى والرئيسية للطرفين أنكما طرفان، لا
ليس هناك طرف منكما سيبقى والآخر سيزول، هذا وهم مؤكد. والرسالة هنا بالأخص للطرف الإسرائيلي، إزاحة وإزالة وإبادة الطرف الفلسطيني ثبت أنها وهم كبير. وسأعطي مثالا إحصائيا فقط، الفلسطينيون زادوا عددا منذ النكبة 10 مرات، كانوا 1,200,000 شخص، النهاردة 12 مليون شخص بغض النظر عن ظروف حياتي. وبالتالي الرسالة الواضحة الأولى وخاصة للجانب الإسرائيلي، لابد من القبول بأنكما طرفان قابلان للحياة، ولكما لا أقول نفس الحقوق المتساوية، لكن على الأقل قدر متكافئ من الحقوق. قبل الفلسطينيون في قرار التقسيم أن يكون دولتهم على 45% من أراضيهم التاريخية، وأن إسرائيل تكون على 55%. الفلسطينيون النهاردة لم يبقى لهم من أراضيهم إلا 22%، وبالرغم هذا تظن إسرائيل أنه حتى هذه النسبة لا يستحقها الفلسطينيون، وأن الفلسطينيون إلى زوال. هذه الرسالة واضحة. إذا اعتقد طرف، وخاصة الطرف الإسرائيلي، أن الطرف الفلسطيني إلى زوال، فهو يؤجل صراعاً أكبر إلى وقت أقرب، وبالتالي التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض. 2، أن التفاوض نحن تجمعنا مجتمع دولي. أنا أذكر نفسي بأن منظمة الأمم المتحدة التي قامت عام 45 قامت على أنقاض نظام دولي كانت مأساة الكبرى هي الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية عانى فيها العالم كله وخاصة يهود العالم أكثر مما عانوا. المنظمة الدولية الأمم المتحدة قامت من أجل إنقاذ العالم الذي عانى فيه أو عانت فيه البشرية، وأبرزها من عانوا اليهود. وبالتالي كيف لا تقبل مقررات الأمم المتحدة التي قامت لكي تحافظ على الأمن والسلم وتحافظ على العالم من الانزلاق إلى مأساة أخرى كالحرب العالمية الثانية؟ كيف لا تقبل دولة إسرائيل اليهودية كما تسمي نفسها قرارات الأمم المتحدة؟ كيف ننظم العلاقات المصرية الإسرائيلية الفلسطينية بغير قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة؟ إلى من نلجأ كمرجعية لكي يتم حل هذه القضية؟ إما مرجعية العالم، مرجعية القانون الدولي ومرجعية الأمم المتحدة، أو مرجعية السلاح والقوة. وفي السلاح والقوة عادة، وأنا هنا أقولها يعني على الإطلاق، لم يذكر التاريخ منذ بداية حركات الاستعمار الأوروبي في القرون من القرن 17 حتى اليوم مرة واحدة هزمت فيها مقاومة. لم تهزم المقاومة أبدا، استغرقت وقتا وخاضت مفاوضات وضحت بالكثير. لا يعرف التاريخ لا استعمار أوروبي ولا استعمار سوفيتي ولا استعمار أمريكي مرة واحدة في أي بلد كان، في أضعف مجتمع كان، هزمت فيه مقاومة. هذا درس لابد أن تعيه إسرائيل، وأن تبدأ بالفعل الإقرار بالشرعية الدولية وبالتفاوض، وبأن حدود يونيو 1967 هي أراضي الدولة الفلسطينية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة هذه الدولة، والقدس الغربية موجودة في الناحية الأخرى. وبالتالي هذه رسائل مصر بتقولها للطرفين ومش بتقولها عن بعد. مصر في حالة تفاعل دائم مع الأطراف المختلفة للأزمة والصراع في المنطقة، وخاصة الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. القادة الدول الأوروبية والغرب يتكلم عن حق الدفاع عن النفس، وأنا أسأل، هل حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي مختلف عن حق المقاومة في القانون الدولي أيضا؟ هل اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الشعوب تحت الاحتلال جزء من القانون الدولي، أم حق الدفاع عن النفس فقط هو الذي جزء من الدفاع من حق من القانون الدولي؟ هل حق الدفاع عن النفس مفوض فقط لوحدة النظام الدولي التي هي الدولة، أما أن من حق الشعوب الدفاع عن النفس أيضا؟
حجم الخسائر البشرية، ولن لم أذكر عقوبة لا توجد في أي دولة في العالم اسمها عقوبة هدم المنزل. هذه عقوبة بربرية. هدم في فلسطين في الضفة الغربية حتى اليوم أكثر من 10,000 منزل فقط لأن شخصاً يسكن هذا المنزل ضمن عائلة ترى سلطات الاحتلال أنه مدان، وهو شخص ضمن 10 أفراد يسكنون في المنزل فيهدم المنزل. أرجو من يعرف عقوبة الهدم للمنازل في العالم أن يشير إلي، يشير بأصبعه يقول لي فين حق الدفاع عن النفس. أنا بقول للسادة كل أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء وقيادات الدول الغربية، حق الدفاع عن النفس إذا لم يستخدم ضمن قواعد القانون الدولي سيفضي إلى حق اعتداء مباشر، سيصل إلى ما وصلنا إليه بعد 16 يوم أو 17 يوم من بداية الأزمة إلى هذه الآلاف من الضحايا، هؤلاء الأطفال من القتلى. وأنا أتساءل وكما تساءل الرئيس السيسي، أليس هؤلاء بأطفال وأولئك بأطفال؟ ولا لون العين بيفرق؟ أليس هؤلاء أطفالهم وهؤلاء أطفالنا وكلهم أطفال العالم؟ ولا العالم بيغمض عينيه فقط عندما لا يريد أن يرى؟ حق الدفاع عن النفس ووجه خطابي لكل قائد في الدول الغربية حريص ليس فقط على حقوق الإنسان بل حريص على حقوق بعض الحيوانات الضعيفة. ما يحدث ليس دفاعا عن النفس أبدا. أن تقصف غزة حسب إعلان السلطات الإسرائيلية قبل أسبوع ب6,000 طن من المتفجرات، وأن نرى مساجد وكنائس ومستشفيات ومدارس تقصف، هذا ليس حق الدفاع عن النفس. إذا كان هذا هو حق الدفاع عن النفس فكيف يمكن أن نسمي أو نوصف الهمجية أو البربرية بالتعبير الغربي؟ هذه الأمور ليست دفاع عن النفس. احنا بندعو وكلنا ندعو لكل قائد غربي ولكل كاتب رأي غربي ولكل إعلامي وكل حقوقي، والغرب ليس كتلة واحدة، نحن نعرف هناك ملايين من أصحاب القلوب الحقيقية يتظاهرون في شوارع الغرب كله. ندعوهم، ندعو كل هذه القيادات إلى النظر مرة أخرى إلى أعين وأرجل الأطفال الفلسطينيين الذين تكتب أسماءهم على أيديهم وأرجلهم حتى يتم التعرف على جثثهم، ليس لكي يذهبوا ليلعبوا في مدينة الملاهي لكن لكي يذهبوا إلى المقبرة تكتب أسماءهم لكي نعرف من ندفن. أرجو من القادة الغربيين، وأنا بدعو القادة الغربيين اللي يروحوا يشوفوا بنفسهم ما يحدث في غزة، يروح من يرى منهم أو يرغب كما يزور دولة الاحتلال فليزور أيضا هؤلاء الضحايا ليرى من هم. وبس عليه فقط أن يؤمن زيارتهم من سلطات الاحتلال من القصف المستمر ليلا نهارا. النقطة الأخيرة، أنا بأكد مرة أنا قلتها وأجبت هذا السؤال مرتين، إحنا حنبذل كل ما في جهدنا بوجه كلام حضرتك لدخول حضراتكم وكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين لأقصى نقطة في الحدود المصرية. أما دخول غزة فده أمر إحنا يعني السلطات المصرية حرصا على حياتكم لابد أن يكون هناك فيه تنسيق مع من يقصف غزة. أنا أعتقد أنه حتى أشقائنا الشعب الغزي الشعب الغزاوي سيرحب بكم وهو يرغب في وجودكم معه، لكنه ليبقى محدش هيبقى آمن على حياتكم هناك إلا سلطة الاحتلال. لو سلطة الاحتلال تستطيع أن تعطي تعهد، وهي قد قتلت حتى الآن 20 صحفي، حتى اللحظة قتل في غزة 20 صحفي، وبالتالي أنا بقول لحضراتكم لو هناك تنسيق لكي نضمن يعني سلامتكم في الجانب الآخر من حدودنا في غزة، إحنا يعني سنسعد بهذا
ولكن ما نملكه هو السعي وبقاعد حضراتكم لوصول حضراتكم الى اقصى نقطة في حدودنا الشرقية. اسئلة اخرى تفضلي حضرتك. ميكروفون بس. طب اتفضل حضرتك. ماشي اتفضل. معلش هو طلب قبلك. معلش طلب اتفضل. وانتي مع بعض. فويس قرب لي. لا مش سامعك خالص. اوكي. تفضلي حضرتك. لا قربي قربي المايك. مين يعني ايه الفئه؟ ناس في مصريين كتير عائلات يعني رايحين زيارات لاهاليهم رايحين اي حاجه لحد دلوقتي محجوزين بأطفالهم في خان يونس لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص حاولوا يستغيثوا ومفيش حاجه. عايزه اعرف ايه مصيرهم بالظبط كده. انا مش شايف حد. لا انتوا وزعوا على بعض بقى مفيش مشكله. الاعلام الاجنبي له اولويه. الاعلام الاجنبي له اولويه لو سمحت واحنا مع بعضنا قاعدين هنتكلم برضه بس ندي فرصه لزملائنا وزميلاتنا يسالوا. اشرف ايمن انت على التوزيع. Good afternoon. My name is Vinicius. I'm from Brazil. Thank you very much from? For the. Where from? Brazil. Okay. Thank you for the press conference. I don't want to be repetitive. You told about foreigners there because my question was also if there are about 30 Brazilians in Gaza waiting for a chance to cross the border, you know, coming to Egypt and go back to Brazil. Just to check, what is the biggest issue regarding this? Is just is about is the role bombarded by Israel or there is something else? Yes, I'd like to ask about, first of all, we've heard that Egypt was prepared to take in wounded people from Gaza for treatment on the Egyptian side. Can you give us any update as to whether Egypt is going to allow this and what preparations are being made, where they will be treated exactly? And then on the aid, you have said that Egypt is working to ensure continuous flow of delivery of aid to Gaza. But so far, there have only been about 20 trucks every day, give or take. Can you explain why there is not more aid entering Gaza at the moment? Thank you. طيب هجاوب برضه على الاسئله دي وارجع تاني. حضراتكم تاني بعيد صديقنا من اسبانيا انه المفاوضات حول الرهائن عاده لا ينشر تفاصيل اثناء التفاوض ولا بعده وخاصه ان هناك محتجزين واسرى اخرين موجودين. لكن المؤكد انه وده هذه رساله واضحه مزدوجه انه السلطات المصريه وانا اؤكد تبذل اقصى جهودها وتستخدم كل امكانياتها
فيما يتعلق بالتفاوض حول الأسرى والمحتجزين المدنيين ومزدوجي الجنسية. ويمكن ما تم بالأمس كان مثال مهم على هذا، لأنه الجانب الإسرائيلي لم يعلن عن تفاصيل سابقة حوالين نفس الأسيرتين، لكن نشرت في بعض وسائل الإعلام وكان هناك عقبات من الجانب الإسرائيلي. لكن الجانب المصري أنا بقول وبأكد يواصل جهوده في هذا الشأن بدون إعلان تفاصيل قد لا تكون مفيدة في هذا التوقيت، ربما لاحقاً بعد انتهاء هذه الأزمة يمكن إعلانها، لكن الجانب المصري يبذل كل الجهود من أجل إنهاء هذه المشكلة لأسباب إنسانية تتعلق بهؤلاء المحتجزين. وإحنا رأينا أنه حركة كتاب عز الدين القسام أعلنت بشكل واضح قبل عدة أيام أنها مستعدة للإفراج عن الرعاية الأجانب عندما تكون الظروف مناسبة. مصر بتمارس كل الأساليب التي تملكها من أجل إنهاء هذا الملف. أخت فاطمة من اليوم السابع، الحقيقة إحنا المصريين في غزة صعب فصلهم عن الغزاوية. عندك عائلات كتير جدا، الزوج مصري والزوجة فلسطينية، عندنا الطفل يوسف اللي استشهد من كام يوم، والده فلسطيني وأمه مصرية، وبالتالي الحرص على الرعاية المصريين في كل مكان ده واجب الدولة المصرية. وأنا أظن ولا أظن أبدا أن هناك أي يعني اتجاه لتجاهله أو التقاعس عنه، لكن زي ما ذكرت المعابر من الجانب الفلسطيني وبسبب الاحتلال الإسرائيلي غير آمنة، لا يوجد جانب، وأكرر وده أيضا لكل الزملاء إنه وصديقنا أيضا من البرازيل صرح نفس السؤال. المشكلة الآن تتعلق بأمرين سواء للمصريين أو للرعاية الأجانب، أن الجانب الإسرائيلي يهدد الموظفين الفلسطينيين الذين يديرون هذه المعابر للأفراد، هذا المعبر معبر رفح مخصص للأفراد في الأصل، وبالتالي على الجانب المصري هناك جهات مختصة فيها موظفين، على الجانب الفلسطيني هناك جهات مختصة منها موظفين. إسرائيل بتتهم الموظفين على الجانب الفلسطيني بأنهم تابعين لحماس، وبالتالي بتهددهم، وبالتالي لا يوجد من يمكن الدخول عبره أصلا، زائد الخوف لدى السفارات الأجنبية كلها من بعد ما جمعت رعاياها في المنطقة دي لعدة أيام لما تزايد القصف الإسرائيلي والطرق حوالين المعبر من ناحية رفح، من ناحية إسرائيل عفوا، من ناحية فلسطين، ده خلى أيضا السفارات الأجنبية تخشى على رعاياها، فنصحتهم بترك المعبر والعودة إلى مساكنهم. لكن احنا بنقول هنا من هنا انه على الطرف الإسرائيلي ان يمارس دوره المسؤول تجاه الرعاية الأجانب أو المزدوجي الجنسية الموجودين في الضفة في قطاع غزة، وأن يعني يتمم ويسمح ويترك ولا يعتدي على السلطات ولا على المناطق اللي موجودين فيها من أجل إتمام خروجهم من قطاع غزة. المساعدات صديقتنا مرة أخرى بأجيب بنفس الإجابة، معبر رفح ليس معبرا مصريا خالصا، وهو في الأصل ليس مخصصا لدخول السلع ودخول الشاحنات. المعبر اللي بتدخل منه الشاحنات في الأصل من الناحية المصرية أو قريبا منها هو كرم أبو سالم، لكن ما يحدث الآن هو استثناء، ومصر لدينا الآن من الناحية المصرية أنا ذكرت الأرقام إن دخل حتى الآن حوالي 54 شاحنة وداخل تاني 20 النهاردة، لدينا أكثر من 200 إلى 250 شاحنة موجودة مصطفى ما بين العريش ورفح. المصريون أكثر الناس حرصاً على دخول هذه المساعدات، أكثر الناس تعنتاً
في دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي. وبلفت النظر لمن يعني ربما لم ينتبه إلى أن السلطات الإسرائيلية تصر حتى اليوم على عدم دخول الوقود. الوقود اللي هو يعني الكهرباء، اللي هو يعني المستشفى، اللي هو يعني الموت أو الحياة. سياسة العقاب الجماعي قائمة وهناك إصرار عليها. الجانب الإسرائيلي هو الذي يهدد في حال دخول عدد أكبر من الشاحنات بقصفها على الجانب الفلسطيني، وإحنا لا نريد أن نهدر لا الجهود الدولية ولا الجهود المصرية. إحنا بنتطلع زي ما قالت مصر وبنرجو من المجتمع الدولي أنه وكما طور موقفه، تم تطور بالفعل الموقف الدولي من موضوع المساعدات والأزمة الإنسانية الهائلة في غزة، نتمنى كلام واضح ومحدد وصريح من الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضية المساعدات. الرئيس جو بايدن اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على دخول مستدام. المستدام يعني أنه يبقى هناك دخول لهذه المساعدات والأغذية بشكل مؤمن وآمن. أنا أظن أن دور المجتمع الدولي الآن، وخاصة أن احنا ذكرنا أنه عدد كبير من دول العالم بعت هذه المساعدات لكن لا تدخل بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي. قطاع غزة كان بيدخله من الجانب المصري ومن كل المعابر الأخرى يومياً في الأوضاع العادية أكثر من 450 شاحنة يومياً، 450 شاحنة حتى يستطيع الوفاء باحتياجات السكان. لما يبقى في خلال من 7 أكتوبر حتى اليوم دخل 54 شاحنة، وإذا ذكرنا 20 أخرى 74 شاحنة كان يدخل في اليوم من 400-450، يعني اللي بيدخله في يوم واحد 5 مرات قد اللي دخله في 17 يوم. هذا أمر المجتمع الدولي لابد أن يضغط على سلطات دولة الاحتلال من أجل السماح، وإلا فنحن لسنا إزاء حرب، إحنا إزاء عقاب جماعي، جريمة حرب كاملة المعالم كما تسميها معاهدة جنيف الأوروبية. تفضلوا حضرتكم مرة أخرى.